المراقبين العقاريين من عالم النقابات والسياسة إلى عالم تجسيد المشاريع الكبرى وبناء مدن بأكملها، مثل ما هو الحال في العواصم الجديدة على غرار دبي، ماليزيا، اندونيسيا وحتى التجربة التركية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد زياد براح، مرقي عقاري وصاحب مبادرة نادي الأعمال للمرقين العقاريين. صباح الخير سي زياد، وشكرا على حضوركم. مرحبا، صباح الخير، ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، باش لأنه قناة شروق هي سباقة في مثل هذه يعني نشر مثل هذه المبادرات. احنا ك يعني فاعلين في قطاع الاعمال في الجزائر ارتئينا هذا، عندنا مده يعني ليست بالقصيره، وحنا نفكر كيف نخرج المؤسسات و يعني للعمل، يعني العمل المباشر في الميدان، الخروج من كما قلت من حكايه السياسه والنقابات والعمل النقابي، الرئيس وعزل الرئيس وغيرها، الى تجسيد المشاريع الكبرى في نعم الدولة. وهذا ما يهم يعني ما يهم المهنيين في الجزائر، لانه كل مهني، كل صاحب مؤسسه اللي يهمه اكثر هو كيف يبادر وكيف يساهم في البناء، كيف يكبر المؤسسه نتاعو في اطار يعني منظم. هذا هو الشيء، الرغبة تاع كل رجال الأعمال أو يعني الفاعلين في ميدان الاقتصاد في الجزائر. نعم، يعني الفكرة تاع نادي الأعمال للمرقين العقاريين ربما كان الآن لي بروموتور اللي عم يتابعوا فينا يسأل يقول السي زياد براح شنو يعني هذا الفكرة الجديدة اللي جبتها؟ لا، هي الفكرة ليست بالجديدة، يعني هي كانت محل دراسة يعني أكثر من 3 سنوات، ويعني كانت فيه استشارة نتاع خبراء نتاع فاعلين نتاع رؤساء مؤسسات خاصة يعني مسؤولين، واليوم جينا بهذه الفكرة لأنه إن شاء الله راح يكون تأسيس نتاعها مع الدخول الاجتماعي هذا القادم، وراح تكون تخلق إطار، الإطار هذا راح يخلق جو للفاعلين في قطاع الاقتصاد الوطني انهم يكثفوا الجهود نتاعهم ويشاركوا من اجل خلق يعني افاق جديده للاقتصاد الوطني في كل المجالات، يعني ليس يعني حصرا على الترقيه العقاريه، ولا لانه كي نقول الترقيه العقاريه ولا نقول البناء هو كما هو محور انه اللي يضم يعني عده صناعات، عده يعني اعمال، وهذا راح يخلي كل الفاعلين في هذا الاطار انهم يساهموا في البناء تاع الاقتصاد الوطني، ويساهموا مع الدوله والسلطات يعني انه كيف يكون تنسيق ويكون العمل مباشر في الميدان. ويعني بخصوص ربما المشاريع او اولى المشاريع تاع هذا النادي، واش راح تكون يعني على ارض الواقع؟ لا، هو فيه مع الاخوان انه درسنا كيف تكون تكتلات او يعني بما يسمى تجمع بعض المؤسسات لانجاز مشاريع ذات قيمه، واللي تكون عندها يعني البصمه نتاعها على الواقع الجزائري. احنا نشوف انه نطرح مبادرات كذا، ولكن في الواقع الامكانيات ولا الميكانيزمات كيفاه ننفذوها على ارض الواقع ديما نطيح في مشكل، لانه كما احنا فكرنا من قبل كنا نفكروا كيف نجيبوا المتعامل الاجنبي، كيف نديروا شراكه اجنبيه، ولكن عمره ما فكرنا كيف احنا الجزائريين نشركوا مع بعض، نخدموا مع بعض، ونكتفوا الجهود على اساس خلق مؤسسات يعني قويه اللي تقدر تنفذ مثل هذه المشاريع الكبرى اللي تحتاجها البلاد. يعني حابين تنافسوا الشركات الكبرى على غرار كوسيدار او ايكيا راشبي ولا غيرها؟ لا، احنا انه راح نكونوا مكملين لهم، يعني احنا نشوفوا انه كيف نخلق تجمعات يعني وتكتل تاع بعض المؤسسات الخاصه، ولما لا مع بشراكه مع حتى مع مؤسسات عموميه
لتكون شراكة خاصة وخاصة عمومية هكذا، اللي نقدر نكون في نعطي فرصة للمرقي العقاري الجزائري أو صاحب المؤسسة الجزائرية أنه يكون فاعل في الميدان ويكون عنده الإمكانية أنه كيف نخلق كما ليونة في تنفيذ المشاريع. نعم، هل يعني الأعضاء اللي حيضمهم هذا النادي الجديد يعني راح يختصر ربما على مراقين عقاريين اللي سبق لهم الاشتغال ربما على مشاريع كبرى، أم أنه كل مراقي عقاري يعني بإمكانه الدخول في هذا النادي؟ شو احنا في هذا التفكير تاعنا هو ما يضمش إلا المراقين العقاريين، هذا إطار اللي يضم أولا الخبراء. ثانيا لكن هو اسمه نادي الاعمال المرقين العقاري. نعم، لانه قبل ما تكون الاعمال لازم تكون خبرات، لازم تكون يعني هذا راح يكون النادي هذا يضم كل الفاعلين في الاقتصاد الجزائري، يعني اللي ممكن يزيدوا شيء جديد، يضيفوا شيء جديد في واقع الاقتصاد الجزائري. نعطي على سبيل المثال يعني انه مش لازم يكون الا المرقي العقاري، لانه المرقي العقاري متبوع بمؤسسات صناعه مواد البناء، انه كيف تكون الشراكه هذه الفاعلين في قطاع البناء يعني من الخبير للتقني للمصنع حتى لمؤسسات الانجاز وكذا المرقين العقاريين. جميل، هذا يعني هو الفكره يعني ككل. احنا نعرفوا انه المشكل دائما تاع الترقيه العقاريه في الجزائر انه ما فيش تنسيق، سواء يعني في النمط تاع العمران او في الاسعار او في طريقه البناء او في يعني الاشارات كلها تاع المدن الجديده. هل من خلال هذا النادي مثلا ربما سيتم الاتفاق على صنف يعني على نموذج معين محدد لنمط الترقيه العقاريه؟ هو اكيد راح يكون فيه جديد، والجديد موجود بحكم انه الاحتكاك نتاع بعض الفاعلين او يعني اصحاب المؤسسات مع الخبراء مع الشيء اللي راه كاين اللي راه موجود. ربما المشاهد لو يتابع فينا يقول يعني وقتاش يعني يكون كل بيوت الجزائريين مثل هذوما يعني؟ والله ليس بالمستحيل، ليس بالمستحيل انه نوصل انه كيف نوفر الاطار، يعني كيف نوفر الاطار اللي يخلي العمل يخلي الليونه في العمل. لانه احنا نشوف باللي العمل كما سبق الذكر انه احنا رحنا للعمل النقابي وبقينا في العمل النقابي اكثر منه العمل الميداني. وعلى هذا الاساس احنا اليوم في صاحب المؤسسه واش يطلب؟ يطلب انه يتوفر له الجو كيف يخدم، كيف تكون المرافقه الماليه، كيف تكون المرافقه التقنيه، كيف يعني تكون له تسهيلات مثل راهي موجوده في معظم الدول، باش هكذا نقلوا نرتقيوا ونكونوا ان شاء الله اكثر من الشيء اللي رانا نشوفوا فيه واكثر من الشيء اللي يطالبوا المواطن، ونكونوا في شراكه فعليه ليس بين المؤسسات فحسب، حتى بين المواطن والمؤسسه، انه تكون فيها هذا الاخرى كما يقولوا هذا الكلمه كلمه رابح من بين كل الناس، يعني بين المواطن بين المؤسسة بين الدولة، يعني كل نمشيو في فرد فلك وليس وما بقاوش في الاتهامات. قال المرقي العقاري صاحب المؤسسة صاحب المصنع، الدولة ما خدمتش، المواطن ما خلصش، هذه نتفاداوها ونمشيو عليها ونروحوا للواقع، لانه اليوم ما بقاش، يا اما نمشيو للواقع يا اما نبقاو في الحالة نتاعنا لمدة سنوات اخرى ثاني في ربما ايضا النادي تاع المرقين العقاريين فيها مشروع اللي هو مشروع قديم وحابين نجسدوه يعني في ظل هذا التنظيم الجديد، لانه الكثير من الجزائريين دائما يتسالوا يقولوا على احنا في الجزائر ما عندناش ابراج، يعني ما عندناش ليتور او ناطحات سحاب. والله هذه الفكره يعني احنا ك برج الجزائر برج، لا هي المنظمات يعني لانه يكون من المفروض في منطقه العاشر ان شاء الله. هو اقتراح تاع المنظمه الوطنيه للمرقين العقاريين اللي قامت بصدر بادرت بعده مشاريع، قدمت مشاريع من بينها هذا المشروع اللي تكلم عليه هو نتاع مشروع ياسمين برج ياسمين الجزائر، اللي ان شاء الله
احنا نتمناو مستقبلا انه يكون انه يتنفذ على ارض الواقع، واللي راح ينفذوه هما هذ المؤسسات يعني اللي تنطوي تحت النادي المرقي العقاري الجزائري. صحيح يكون فيه مطابق؟ والله هو يعني الطوابق نتاعو هو فيه 100 والحساب المشروع هو فيه 100 اكثر من 180 متر يعني علو، فيه يعني طوابق 180 متر. نعم فيه كل الاخرى يعني فيه كل بكل مواصفات العالمية، فيه مركز اعمال، فيه يعني فنادق، فيه يعني كل ما يعني يكون بيزنس. نعم ايش هل تكلفته؟ والله هذا مازال ما تقريبية يعني استيماسيون يعني احنا ما قدروش نرجو في هذا لانه الدراسه اللي قام بها سي محمد نور الدين الصحراوي هو صاحب المشروع وهو اللي قام بهذه الدراسه، يعني ان شاء الله في المستقبل راح تكون عندكم كل المعلومات على هذا البرج ان شاء الله يا رب. وحنا نتمناو ان شاء الله انه كل يعني الفاعلين في قطاع البناء والترقيه العقاريه او الصناعه انهم يكونوا السباقين في الانضمام لهذا النادي، ويعني جعل منه ك يعني اداه تنفيذ للمشاريع يعني المشاريع اللي تعود بالفائده والخير على الدولة الجزائرية، وكذا رفع العبء على الخزينة العمومية وجعل من المرقي والصناعي والعامل في ميدان الاقتصاد الجزائري يعني جعل منه أداة كفاعل في تطوير الاقتصاد الجزائري. آمين إن شاء الله يا رب على أمل ذلك. نشكر كثير السيد زياد براح على حضورك معنا وعلى كل هذه المعلومات فيما يخص النادي الجديد للمرقين العقاريين. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينج الآن.